برحب بحضراتكم بعد الفاصل، والى يعني موضوع شائك جدا ومهم جدا، ان احنا نعرف ايه تفاصيل انتخابات الاتحادات الرياضيه، ايه اللي هيحصل. هنشوف انتخابات بجد، وهنشوف وجوه جديده، وهنشوف قوائم جديده، وهنشوف جو مختلف. عايزين ننهض بالقصه، مش عايزين حد يفضل قاعد ماسك في الكرسي. وفي توجهات مهمه جدا جدا، او توجيهات مهمه جدا، بان اللعبات اللي احنا بنحقق فيها ميداليات وبنحقق فيها انجازات وبنحقق فيها بطولات دي لازم تبقى اون سبوت، وهي دي اللي الاهتمام بيها ماديا ومعنويا وكل حاجه. دي حاجات بعد الدوره الاولمبيه حصلت. هل هيحصل؟ هيحصل والله على المستوى الفني. آه. اكيد بلا شك هيحصل تغييرات في اللي حضرتك بتقول عليه ده، الاهتمام ببعض الالعاب ده مهم جدا اللي احنا بنعمل فيها ارقام. طبعا ده رقم واحد، واكيد مؤكد انه المهازل اللي كانت بتحصل في السفريات الخارجيه اكيد النزيف ده هيقف كتير، مؤكد. لكن ايه في السفر، في قوائم السفر المشكله؟ المشكله في ايه؟ في السفر. لا احنا كنا بنسفر 20 اداري على 3 لعيبه. 20 اداري على 3 لعيبه؟ اه انت بتتكلم بجد؟ اه طبعا. والتوجهات الدولة المصرية ان احنا نوقف النزيف ده. وعندك ما يثبت ذلك؟ اه طبعا، ده توجهات الرئاسية. ده لا احنا انت المعلومة ان ثلاث لعيبة بيسافروا يعملوا معسكر بيطلع معاهم 20؟ مع بعثة كاملة. اه 20؟ احنا عملنا بعثة في الفروسية، بعثة كارثية. كارثية على فارس واحد بحصان واحد، والحصان اتصاب والبديل بتاعه ما ينفعش ان هو ينزل. في الأولمبياد؟ في الأولمبياد. وكان معانا بعثه كامله العدد يعني. وفي الاخر الفارس اللي كان موجود كان جاي من امريكا، يعني اللي هو نائل. نائل اه. وغيره من البعثات اللي حصل فيها خروقات كتيره جدا. ده ملف الدوله المصريه وقفت قدامه كتير جدا. بحزم. وفي توجيهات زي ما حضرتك قلت كده، انه لازم نراجع السفر ده في التوجيهات بشكل واضح. اه طبعا. نراجع قوام السفر، انه السفر يكون الاولويات فعلا، الاهتمام باللعيبه ومعسكراتها، فكره وفكره ان مش اي بطوله منظمه. بالظبط كده، لازم البطولات الكبيره العالميه هتدي المردود الطيب. طبعا، لكن مش كل بطوله هنظمها، مش كل الالعاب نصرف عليها الملايين. مظبوط. لازم ننتقل الالعاب اللي ممكن نجيب فيها ميداليات.